رجعنا الصحف المصرية الصادرة النهاردة، الصحف اللي بين ايديكم اللي شاف جرنان او اتنين، عند 10 صحف زي ما قلت عليهم امبارح هم المؤشر بتاعي. فيهم كم مقال النهاردة؟ 158 مقال. 158 مقال موجودين في صحافة مصر النهاردة، الصحافة اليومية، الجرائد اليومية المعروفة، 10 صحف. 158 مقال. كم مقال فيهم بيتحدث عن القضية الأساسية الإرهاب؟ 13 مقال. بيتكلم بشكل أو بآخر، ربما يكون بيخاطب إرهابيين، بس الإرهابيين لا يقرؤون الصحف، الإرهابيين لا يقرؤون إلا إرهاب. فلا بد من يكتب مقال عن الإرهاب يعرف ويعلم هو بيكتب إيه لمين. عندي في الاقتصاد 11 مقال، ده امبارح كان 4، النهارده في 11 مقال عن الاقتصاد، ربما بفعل هذه الأخبار التي تتعلق بالاقتصاد. في 8 مقالات عن براءة مبارك. مش عارف الناس مهتمين قوي ليه ببراءة مبارك، رغم انه الراجل انتهى واصبح مواطن مصري. حينما قال احمد رفعت القاضي الجليل المتهم محمد حسني سيد مبارك، نطق مبارك وقال افندم سقط كرئيس للدولة، انتهى. علينا ان ننظر الى المستقبل، لا ننظر الى الوراء. عندي شؤون دولية 15 مقال، بنتكلم على السياسة الدولية خاصة إيران والعراق وسوريا وليبيا، وبنتكلم على أمريكا، وبنتكلم على ترامب، وبنتكلم على ألمانيا، وبنتكلم على تركيا. يبقى الصحافة المصرية 158 مقال كتل فقط عن الإرهاب، الاقتصاد، براءة مبارك، شؤون دولية، والباقي متفرقات. تاني بقول إيه الشاهد من اللي أنا بقوله؟ يعني إيه 158 مقال كتاب الرأي اللي هم النخبة اللي بتشكل عقول ووجدان الناس؟ بقول إن يبدو والله أعلم، ومن الممكن أن أكون مخطئا، أن لا توجد في أفق هؤلاء وفي رؤى هؤلاء قضية مشتركة. عندما نكون في مكان في الاستوديو هذا، كل واحد بيقوم بشغله، لكن لو حصل يعني خطة معينة، صوت معين، الكل هيبص هيشعر بالقلق. إحنا في مصر مفيش حاجة تشعرنا جميعا بقلق تجاه قضية الإرهاب. جميعا نشعر بأهمية التعليم، جميعا نشعر بضرورة تشجيع الاستثمار، جميعا نشعر بمحاربة الفساد والمرتزقة الجدد اللي شغالين عمال يمتصوا دماء المستثمرين من ناحية والدولة من ناحية أخرى. يعني ألسنا الآن في وضع بيتطلب منا أن نعزف لحنا؟ مش عايز أقول واحد، أنا مش عايز أقول للناس اكتبوا إيه، أنا عايز أقول عايزين نحس بقضية مشتركة بتجمعنا. ده إحساس أنا أتصور إنه مهم للغاية في دولة زي مصر بتبنى من جديد، مجتمع بيبنى بيعاد تشكيله، محتاج آراء، محتاج أفكار، محتاج عقول تفكر وتكلم بلغة منطلقة إلى الأمام. 158 مقال، مش لاقي اتجاه عام للمقالات في مصر، مش لاقي اتجاه. في تركيا مثلا دلوقتي هتلاقي 100% من المقالات بتتكلم على التعديلات الدستورية مثلا، بضرب مثل. في الولايات المتحده الامريكيه بيتكلموا على ترامب وكذا وكذا، في فرنسا بيتكلموا على الانتخابات الفرنسيه. عندي في مصر في تشرذم فكري انجاز التعبير، محتاجين نجتمع حول قضايا وطنيه، ولتكن قضيه التعليم بعد قضيه الارهاب، قضيه الاعلام، قضيه الثقافه. طيب عندي في الصحافه برضو النهارده، لان انا بالورقه والقلم بقول انه الصحافه المصريه 10 صحف تخيلوا فيها كم تحقيق بلغة الألوان الصحفية. عندي فقط 7 تحقيقات. محتاج هذا اللون الصحفي أن ينتشر، لأنه المقال سهل بكتبه وأنا قاعد 5 دقايق، لكن التحقيق محتاج أروح وأشوف وأسأل وأعمل تحقيق استقصائي وأوصل لهنا وهنا. محتاج العشر صحف على الأقل لكل صحيفة 3 تحقيقين، مش لاقي في العشر صحف غير 7 تحقيقات، يعني في 3 صحف ما عملوش تحقيقات. ده قراءة عامة من أعلى نقطة وإحنا بنقول. لكن كان في تحقيق في جريدة الوطن بيتكلم على تحقيق من أرض الجنوب، هنا تحول التراب إلى ذهب. يعني في تحقيقات ننظر إليها بإعجاب. الألوان الصحفية الميتة متى تعود؟ محتاجين إحنا كجماعة صحفية، جماعة إعلامية، ننتفض أيضا في لحن وطني، نشتغل. كل جرنان يبقى فيه 4 5 تحقيقات، محتاجين تحقيقات. النهاردة من خلال 158 مقال كان فيه زي ما قلنا 11 مقال عن الاقتصاد، ودي لون نكهة حلقة اقتصاد. فاخترت مقال مهم للغاية من ال11 مقال، وهو مقال الكاتب الزميل
سليمان جودة في جريدة المصري اليوم بيقول ايدينا اللي بتوجعنا، بيكلم فيه عن حزمة التخوفات، بيقول ان تونس واخده قرض من صندوق النقد الدولي زي مصر ما واخده قرض من صندوق النقد الدولي، واتفقنا على اتفاق انت هتديني قرض وفي شوية اجراءات هعملهم من تحرير سعر الصرف وكذا وكذا زي ما الناس كلها عارفة. وفي تونس نفس الكلام، تونس خدت اول قسط من القرض ومصر خدت اول قسط من القرض، تونس جت تاخد القسط الثاني من القرض، الصندوق قال لها اقفي عندك، انت ماشيه مش في الطريق المظبوط، فيه بطء في النمو وفيه حاله من حالات عدم الالتزام بالروشته اللي احنا قلناها. سليمان جوده خاف، قال والله انا معنى الكلام الفار بيلعب في عبي، وربما يحدث هذا مع مصر. هل ممكن يحصل ده مع مصر؟ يرجع الصندوق يقول لي انت متباطئ، يقول لي الصندوق انت عندك مشكلة، يقول لي انت تحرير سعر الصرف خلى الجنيه متعري بشكل زيادة، خلى ان في حالة من حالات التحرش بين الدولار والجنيه وصل الى مرحلة انه المواطن بيعيش تحت خط الفقر، حاجات كتير متخوف منها سليمان جودة. انا رحت هو بيسأل، سليمان بيسأل بيقول انا خايف، وانا كمان خفت على خوف سليمان، اروح لمين يطمني؟ اروح لبسنت فهمي. اهلا بيك يا دكتوره بسنت. دكتوره بسنت فهمي اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم وكل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب يا فندم. الاستاذ سليمان خايف لا ما جرى مع تونس يجرى مع مصر فيما يخص تراجع او تجميد الحصه الثانيه من قرض صندوق النقد الدولي نظرا لملاحظات للصندوق على اداء الاقتصاد التونسي، ده ممكن يحصل معانا؟ وقبل ما تقولي لي الاجابه يا دكتوره بسنت وانت في البرلمان المصري وانت وطنيه حتى النخاع وعايزينك تفهمينا، احنا ماشيين في الطريق الصحيح زي ما انا قلت ولا في مطبات ولا رايحين فين؟ لا احنا ماشيين في الطريق الصحيح. انما في جزئية هنا أنا عايزة أقف عندها في غاية الأهمية اللي حضرتك ذكرته والسيد سليمان. الموضوعات في الاقتصاد وفي الاستيراد الدولي مش هزار. أنت التزمت بشيء قدام مقرض، لازم تتأكد إن الالتزامات اللي أنت التزمت بيها دي هتوفي بيها، وإلا أنا سعيدة، طبعا مش سعيدة إنما سعيدة نظريا إن اللي حصل في تونس أهو قدامنا، عشان ما نقولش ما كناش عارفين. درس يعني ده درس لينا يعني عشان ننتبه. انما هيبقى فيها وضع، يعني احنا دلوقتي الطبقات البسيطه تعبانه جدا. صحيح. اذا فعلا اللي حصل في تونس ده هيتعمل عندنا، الناس التعبانه هتتعب قد كده 500 مره. وده هيبقى صعب قوي، يعني انا بقول مش ان اللي حصل في تونس ده هينهي تونس، لا ابدا، انما هيبقى له نتائج اجتماعيه، نتائج اقتصاديه، نتائج ثقافيه، يعني الناس مش هتستحمل. يعني لما اجي اقول مثلا من ضمن الحاجات ان لازم الدوله تبيع كل ما تملك، ان مثلا هتطرح البنوك والشركات وملكيات الدوله، ما هي لازم تجيب فلوس، هتعمل ايه؟ ده شيء شكله بسيط لكن في ناس بتشتغل في الاجهزه دي. لما اجي اقول انا هضطر اخفض عدد العماله، العدد العماله دي مش مكن، دي بني ادمين فاتحه بيوت. فليه بقول لحضرتك اثاره شديده قوي، انه هيتعب ناس اكتر ما هي تعبانه. فانا اتمنى انه احنا بنراجع، طبعا السيد رئيس مجلس الوزراء هو واخد تحركات سريعه، ان احنا لازم نشوف احنا واقفين فين، ولو كان في اخطاء نعالجها بسرعه، وبكرر بسرعه. طيب يا دكتوره بسنت انت في البرلمان وانت متابعه وانت خبيره، قولي لي احنا ماشيين صح؟ طبعا انا متابعه وبنتكلم في الموضوع ده كل يوم. احنا ماشيين صح ولا في مشكله عندنا؟ افندم؟ احنا ماشيين صح في الطريق الصحيح؟ احنا ماشيين صح، بس الحكومه فيها عيب خطير، واحنا انا دايما بكرره الحقيقه. اللي هو ايه يا فندم؟ بتشتغل وما بتحسبش التداعيات، بتتعامل مع التداعيات لما تطلع. لا انا لازم اجي اقول يعني ماشيين بالبركه، يعني ايه بقى ماشي من غير ما اعرف التداعيات؟ يبقى ماشي بالبركه مش بدراسه. لا مش بالبركه. امال ايه يا فندم؟ في ناس رد فعلها سريع، ده السباق. انت عليك تاخد خطوه كده وتروح عامل حسابك على 10 حاجات لو الخطوه ما تمتش. وفي ناس ثانيه تقول لك ربك يستر. ما ربنا يستر بس في ناس ثانيه ممكن تتاخد في الرجلين على ما ربنا يستر. صحيح يا فندم. طيب انا بشكرك جدا الدكتوره النائبه بسنت فهمي، ويعني
زي ما انت قلتي واحنا بنقول وبنضم صوتنا لصوتك انه يجب ان نسارع في حركة الإصلاح. لن ينتظرنا أحد. فاصل قصير ثم نعود.